أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات نادي التكنولوجيا حلقات هذه اللي تبث باللغة العربية حتى نحاول أنه نردم الفجوة والثغرة في ما بين التكنولوجيا وبعض فئات من مجتمعنا العربي اللي مش مطلعين على آخر أبديت في التكنولوجيا والتحديثات التكنولوجية الموجودة نسمع في مصطلحات مختلفة ونحتاج أحيانا أنه نفك فيها بعض المفاهيم ودائما يعني قائدنا في هذا الموضوع و الموضح لهذه المفاهيم واحيانا بجوز تكون فيها شويه طلاسم دكتور هشام قدومي اهلا وسهلا دكتور هشام هلأ. انت قصدك تقول المترجم بين سكان كوكب المريخ وسكان الارض <applause> كتاب سكان الديجتال سكان الديجيتال سكان الديجيتال وسكان وسكان ال هن هدول <applause> <سكان> كوكب, <applause> كوكب المريخ كوكب المريخ وسكان كوكب الارض <applause> طيب دكتور هشام يعني احنا في ضمن التكنولوجيا لحياه افضل ضمن هذه الحلقات اليوم حنتكلم عن موضوع مهم في غايه في الاهميه، موضوع البيانات. وانا بعرف انت كم يعني حريص على موضوع البيانات، يعني من اول ما تعرفنا على بعض، ومن اول ما بدينا هذا البرنامج، وانت بتركز على موضوع البيانات سواء من حيث التعامل معها، او من حيث حمايتها، او من حيث الجهات الخارجيه اللي ممكن تستفيد منها او من حيث المنافع اللي تدر على الفرد والمجتمع في موضوع البيانات فاليوم احنا حنكون بجوز في تماس مباشر مع هذا الموضوع اللي حكينا عنه في كثير من الحلقات علم البيانات في مواجهه الاخطار العالميه فكلنا العنوان في البدايه حتى يعني يعرف المشاهدين احنا فعليا حنحكي عن اي جانب من هذه الجوانب اللي حنطرقها في موضوع البيانات آه كويس اول شيء طبعا بنرحب فيك وفي في كل الجمهور اللي متابعنا ان شاء الله يعني دائما بنكون على على مستوى زي ما بقولوا مستوى التوقع ان شاء الله احنا حكينا في حلقه جزء تتذكر حكينا في في الموسم السابق حكينا في حلقه خاصه عن علم البيانات بشكل عام عرفنا الناس فيه شو هو شو 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 بنشغل كذا بس خلينا ناخذ اول شيء عشان نذكر الناس او اللي ما حضر الحلقه او اللي انضم لنا جديد انه علم البيانات هو بشكل عام إن الناس بتحكي عن البيانات هلا مفكره انه البيانات هي انك تجمع داتا او وناس قاعده بتقول هلا داتا از ذا اويل او البيانات م. هي ال البترول الجديد لانه الناس عم تستفيد منه في شركات عم تكسب مليارات من وراء جمع البيانات وبيعها بشكل او باخر او استغلالها بشكل او باخر يعني كل هدول جوجل وامازون كل ما هدول يعني تيجي بتقول جوجل بتعطيني كل هدول فور فري لا مش فور فري هن هدول بيعطوك هاي الخدمه لانهم يستخدموا الداتا تبعتك لحتى يبيعوها لهون، فشوف قديش اولا مهم مهم نعرف علم البيانات شو هو؟ علم البيانات مش بس جمع البيانات، البيانات لو تكون لو تجمع انت بيانات كل البشر كلهم كلهم مع سوا وتحطهم عندك ما حتستفيد شيء، علم البيانات مش الجمع لوحده عشان الناس تكون فهمانه هو الجمع التحليل فهم ووضع هلا حاليا مع تقنيات البي اي او البزنس انتليجنس او والاي اي او الذكاء الاصطناعي صار توقع كمان ايش الاشياء اللي راح تصير هلا بصيروا قاعدين زي ما بتشوف الشركات مثلا اللي بتعامل مع امازون او غيرها تيجي بتشتري لك كم من غرض يعرفوا شو انت بتحب بصيروا يقولوا لك اللي... عشان انت اشتريت كذا وكذا ممكن تحب هاي الشغله فانت لا. بتشتريها من دون ما انت تفكر حتى لانه هم م صاروا يفكروا عنك اللي عنده اشتراكات مع نتفليكس كل برنامج بتشوفه مش بس البرنامج اللي انت بتختاره، قديش بتقعد عليه، هل بتشوفه متواصل او في ناس بسموه البنج واتشنج اللي بتابعوا كل الحلقات مره واحده او بتابع اربع خمس حلقات او بتابع حلقه حلقه في الاسبوع او بشوف نص الحلقه وبيكملش وبعدين بيرجع كل هذه كل اشي بتعمله على نتفليكس وغيرها باخذوه وبحللوه عشان شو يعملوا؟ يفهموا انت شو بتحب وشو شو يعني بتشوفه ما بيعجبكش كثير حتى يضلوا يبعثوا لك مثلا اشياء وريكومديشنز باشياء انت تشوفها على مش عشان انت عندك اشتراك طبعا ما بتدفع على الماده مش زي امازون بتبيع وبتشتري بس طالما عم ببعثوا لك اشياء وطالما انت عم تتفرج رح تخلي اشتراكك شغال which means رح تضل فلوسك غير عن انه الاعلانات اللي بتتوجه لإلك او, أو شيء بتكون هاي برضه مدفوعه من ناس ثانيين هدول اللي اللي بيحطوا الاعلانات احيانا مش نتفلكس اللي بي... اللي هاي البرامج وبيبيعوها لنتفلكس بكونوا مشاركين انه حطوا اعلانات للناس او ريكومنديشنز لهدول الناس عشان البرنامج يصير ينشاف اكثر واكثر او يصير نعم. في له عدد مشاهدات فجمع البيانات بشكل عام زي ما احنا قلنا احنا حكينا كثير عن برضه البرايفسي وشغله بس برضه هو اله شغله شغله مفيده، يعني حتى في الشغله التجاريه اللي حكينا عنها ممكن لما انت بتتفرج على دوكيومنتري بهمك مثلا اذا نتفلكس او ما كنتش عارف فيه في برامج كثير معموله مش مش, كتير مش مشهوره او عملت ببدجت قليله ما عملولهاش اعلان بتصير تيجي لانك لانك انت بتحب هذا الموضوع ما كنتش عارف انه هذا ال الفيلم مثلا موجود او شغله على امازون او غيرها شوبيفاي او غيره انت ما كنتش عارف بوجودها أه عرفت انها عرفت انها موجوده لما لما عرفت انت شو بتشتري مثلا عندك مشاكل أه ليتس لا سمح الله صحيه في المشي في الكذا بروح ببعث لك مثلا أه زي المشايه هذه او سمثينج سمارت سمارت ووكر هلا في في ناس ما عارفه بهاي الاشياء انها موجوده فلما بتشوفها قدامها وبتشتريها بتساعدها فطبعا هم اكيد مستفيدين لكن برضه في اشياء يعني حتى في هاي الشغله التجاريه انت في ناس كتير مستفيده من الاعلانات من, الموا... من المقالات اللي بتشوفها حتى لما انت بيوجهوا لك مقالات زي اللي انت بدك اياها ابحاث زي اللي انت بت... اخبار اللي انت بتتابعها هذا كله بيجيك يعني عشان مثلا انا في موضوع ال... البرنامج الثاني اللي هو القضايا الكنديه عشان انا بتابع الاخبار دائما بتجيني من جوجل نيوز شغلات انا ما بعرف انها موجوده، بس بضلوا يجيني حسب احتراماتي، وهذا الاشي بيساعدني فيني اعرف شو اللي موجود، شو نحكي، نحط الاخبار الجديده، نشوف الوضع السياسي كيف موجود، نتفاعل معه كمواطنين مش بس عشان البرنامج انا انا حاله وحده بس اللي بيجي اخبار زي هيك ممكن يعرف يعرف انه مثلا هاي الحكومه حتنتخبها ولا لا بعدين لانه مش شايف ادائها بهذا الشكل هل الناس اللي, عندي سياسيين اللي في المنطقه او كذا بيقوموا بهذا لان عم تجيني اخبار تثبت او صحه او عكس اللي بيقولوا انه they are doing well مثلا فكل هاي الاشياء من فوائد هاي ما بتصير غير لما يكون في داتا كتير عنك انت كشخص انت شو بتعمل وداتا بتنجمع من كل الانترنت المقالات ايش فيها طبعا كل مقال بنعمل له اندكسنج احنا بقولنا حنحكي عن السيرش في حلقه ثانيه بس يعني جوجل ايش بتعمل اندكس لهدول او فهرسه خلينا نقول بالعربي لكل المقالات وبتعرف الموضوع ايش بيحكي وهل الموضوع كتوجه سياسي او او كأهم كاهميه له مهم لإلك ولا انت مش حتكون مهتم فيه كمان فكل هالاشياء من ضمن علم البيانات وفوائد وفوائد عامه طيب. خلينا نحكي. شو انواع البيانات اللي بنحكي عنها البيانات اللي بتحكي عنها كل شيء ممكن زي ما قلت لك مقالات موجوده على الانترنت <applause> داتا بيزز معلومات ال ال انت ك كيوزر تصرفاتك وإيش انت بتعمل ايش انت بتتابع هذه برضه بيانات في عندك البيانات اللي هي مثلا اللي بتيجي من الجيولوكيشنز من المواقع تنقل انت وين بتروح وين بتيجي في عندك البيانات اللي خلينا نقول اللي هي تبعت الهيلث او تبعت البيانات الصحيه اذا بتروح على دكتور اذا بتروح على مش عارف ايه كل هاي طبعا كل شيء لايك لايك ولاف وهذا كله كله حسنا. تعرف انا لما نزلت قبل سنين 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 طويله من اول ما بلشوا المواقع هدول يقول لك بتنزل الداتا تبعتك اللي بنجمعها عنك عملت أه. تنزيل للداتا تبعتي من جوجل لقيتهم حتى بشوفوا ايش الايموجيز اللي انا بستخدمهم على الـ على الموبايل ابلكيشنز يعني ال 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 اللي بيبكي اللي بيضحك اللي بيبكي من كتر الضحك هذول اللي نقول عنهم الايموجيز هاي حتى بتنجمع انا يعني انت شايف أنا, أنا, انا فتحت البيج تبعتي في جوجل شفت الباسوردز اليوزر نيم والباسوردز اللي بستخدمها في المواقع اللي بتكون على الانترنت هذه هذه مختلفه هاي هاي انت لما بتقول للبراوزر سيف الباسورد هذه بيحتفظ فيها بالبراوزر بس هلا صاروا صاروا شو صاروا شو يعملوا انا بعرف اللي بعرف انت بتحكي عنه صاروا يشوفوا اذا هاي الباسورد كومبرومايز من الداتا تبعت الليكس والباسوردات اللي بتنسرق صاروا يقولوا لك هدول مايت بي كومبرومايز او انسرقوا غيرهم فهاي برضه واحدة من الاشياء ال ال انا بس بحكي هاي مش من الاشياء اللي بتنجمع عنك هذه انت بتعطيها قاعد للبراوزر ليش اللي أوه. بتنجمع عنك اي شيء انت بتعمله اي سيرتش بتعمله لما تعمل سيرتش على ايش بتعمل كليك من الصفحات قديش بتقعد على الصفحه اللي بتعمل لها كليك بعد ما تفتحها وامتى بتسكرها كل هذه موجوده كل هاي المعلومات موجوده عندك انت عم تحكي عن شيء بنسميه داتا ليك او هي بحيرات المعلومات يعني بيجمعوا معلومات طويله عريضه ما لها اول ما اخر في آه. سؤال من آه آه الاستاذ طارق بحكي لك علم البيانات يشمل جمع تنظيم تحليل عرض واكتشاف المعلومات المخفيه اي ثينك هذا تعريف طبعا بصف. نعم آه. احنا قلنا كمان انه انه مش بس هيك هلا ارتبط علم البيانات بالبزنس انتليجنس وبالارتفيشال انتليجنس وصارت نعم. هاي البيانات مش بس بالجمع صارت تحليل للمستقبل يعني انت ممكن يقول لك ايش او هو يعرف مثلا زي امازون زي ما قلنا ايش ايش مزاجك في شرايه الاشياء ويعطيك اشياء ممكن انت بتوقع انك انت بتحب تشتريها نعم. يعني او تعمل شيء زي هيك فكل هاي الشغلات صارت برضو فيها شيء بنسميه البريدكشنز طيب يعني للوهله الاولى احنا بنحس انه حدا يجمع عنا بيانات هذا امر مقلق هيك طبيعه الانسان نحس انه حدا بيجمع عنه بيانات هذا امر مقلق وبجوز مع وجود المكاتب ودوائر البحث والتعقب هذه خلت الامور هاي كمان فيها فوبيا احيانا لما تسمع واحد بيجمع عني بيانات يعني خلص معناته اكيد بيجمع بيانات في شيء سلبي خلينا نبدا بالموضوع الايجابي واحد بيجمع عني بيانات كيف ممكن انا كشخص هذا الكلام يساعدني يفيدني طرحنا احنا بعض بعض الامثله على انه هذا الكلام ممكن يساعدني في ترشيح بعض المواقع اللي انا بحتاجها في بحث معين هل في مجالات غير موضوع الاهتمامات ممكن انا استفيد منه في القصه هاي انا اول شيء ححكي قصتين سريعات آه أيوة. وبعدين حندخل حندخل في موضوع موضوع اللي هو تفادي تفادي الكوارث او تفادي اخطار العالميه، حاحكي قصتين يعني من <applause> من بيرسونال عشان بس نطلع في, في هذا نشوف كيف تستفيد الناس على مستوى شخصي واحيانا على مستوى وبعدين على مستوى البشريه نعم. آه اليوم بس اليوم بس قبل كم من ساعه سمعت عن خبر عن اب في الصين فائد م. ابنه 24 سنه خطف ابنه طبعا نعرف احنا بجوز ما بيعرفش في الصين في احصائيه بتقول طبعا الشرطه الصينيه بتكذبها لكن منظمه صينيه تبعت آه ابحاث بتقول انه في الصين كل سنه بنخطف حوالي مئة الف طفل أوه. واما يا اما بيتم بيعهم جوات الصين او براتها او استغلالهم في اشياء تانية طبعا الاف يعني اتليست الاف الاطفال بينخطفوا بالصين كل سنه وبينباعوا او هيومن ترافيكينج زي ما بيقولوا أو, او التهريب البشري آه هذا الاب فقد ابنه من 24 سنه كان عمره سنتين السنه هاي قبل قبل كم يوم بس لقيوا ابنه طبعا هو آه استقال من شغله وقعد 24 سنه بدور على ابنه ماسك ال... قاعد على البايسيكل تبعه اخذ البايسيكل غير 10 بايسيكلز خلال قطع أرب... 500 الف كيلو متر هو بدور على ابنه حاطط إعلامه وبدور أوه. على على ابنه خلال رحلته على فكره لقي اولاد مخطوفين ثانيين كان الناس يشوفوا يشبهوا عليه يقولوا له شفنا هذا يعرفوا انه مثلا صاعد اهل ت... اهل ثانيين ت... انهم يلاقوا اولادهم يا حرام هو ابنه ما التقاش <applause> كيف التقى ابنه عن طريق الداتا بيز العالمي اللي عم تق... ال... ال اللي هي الناشونال داتا اللي عم تعملها الصين عن الدي ان اي انا انا عندي تحفظات على الموضوع بس, بس سيبنا من التحفظات وعن اسلوب الصين في هذا لكن عم نحكي عن ال... عن القصه التوارد. والتكنولوجيا نعم 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 القصه والتكنولوجيا انه انعرف عن طريق الدي ان اي الدي ان اي انوجد انه هذا الطفل او الش... هو هلا شاب صار عمره 26 سنه وعنده ولد يمكن ولا ابنه كان قد أد... قد أد... قد هو لما انخطف من 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 امه وابوه وابنه بدا بيشتغل مدرس وماخذينه في مقاطعه تانية يعني كان ماخذينه من مقاطعه نسيت ايش اسمها ومودينه على مقاطعه تانية بعيده وبايعينه لناس لناس هناك 24 سنه ده قاعده بيانات تبعت الدي ان اي هي اللي لقيت الاب وابنه وجمعتهم في بعض بعد 24 سنه أوه. وهو الاب عم بدور عليه من له 24 سنه فقد كل فلوسه وصار ينام تحت جسوره يشحد من الناس عشان بس يكمل بح يعني شو بس قاعده بيانات وحده هاي اللي بنحكي قديش البيانات اللي كثيره وصارت ربط المعلومات ببعض صارت صارت قديش مش بس سرعه معالجه البيانات يعني احنا لو بدنا نجمع بيانات البيانات تبعت الدي بتنجمع من السبعينيات بس بدون التكنولوجيا يمكن حيقعد 100 سنه حيكون مات الاب ومات الابن على ما يعملوا الماتشنج بس شوف قد ايش صارت الشغله السريعه هذه بس في خلال الكم سنه اللي بلشت الصين تجمع فيها الداتا وتعمل الماس كولكشن هذا تبع المواطنين لما لقيته يعني الموضوع ملوش غير كم من سنه لقيوا الماتشنج ما بين الاب وما بين الابن وجمعوهم بين بعض تخيل تخيل قد في قصة ثانية مشابهة في اثنين من عندنا من كندا، عنا اثنين كنديين قبل 30 سنة راحوا على على الولايات المتحدة مش عارف على أي ولاية هي بس بالغرب نسيت أي واحدة واختفوا هناك بعد فترة دوروا عليهم لقيوهم مقتولين ومرميين في الغابة، هذا الحكي له 30 سنة آه. 30 سنة طبعا الشرطة محطوطة الكيس ما بتموت بس بتسموها كولد كيس لغايه ما يطلع شيء يبينها لقيوا عليهم آه مواد او من اظافر او كاينين مقاومين فتحت اظافر اعتقد الزوجه او الزوج مش عارف في جزء من جلد الشخص اللي خطفهم وقتلهم حللوا الدي ان اي وحطوه في داتابيز ما بيعرفوا ما لهش ما مقلو له دي ان اي مسجل واحده من من اولاد عمه يعني من اولاد عمه من الجيل الثاني او بنات كازن زي يعني ما بيقولوا سكند كازنز هون <applause> راحت على ال1 2 3 اند مي انا طبعا 1 2 3 اند مي هاي عندي عليها كثير تحفظات بس عم نحكي عن القصه بس عشان نشوف الداتا كيف ممكن تساعد لكن <applause> حطت عملت التحليل تبعها واخذت اوبشن انه يكون بابليك عملت اوبشن انه يكون بابليك انا برضه عندي كثير مشكله فيه بس اني واي عملته يكون بابليك دغري عمل ماتشنج الدي ان اللي بالبوليس هون في تورونتو مع البنت اللي هي إيه عايشه في امريكا مهم. وعرفوا انه فيه تشابه وتسعين في تشابه كذا في 90 مع الدي ان تبع المجرم اللي قتل هدول الاثنين اللي ولاقوه تحت جلده تحت اظافر واحد من الضحايا دغري ديمين. شافوا عرفوا اخذوا هاي عرفوا من التشابه وين من المنطقه وعرفوا انها هذه قرايبها في المنطقه هي عايشه بولايه ثانيه مسكوه وقبضوا عليه هلا هو طبعا قاعد على كبير وقاعد على سرير بس لكن تحاكم واعتقد تم عليه الحكم بوقف تنفيذ او بس تحاكم المهم انه صار في كلوجر انعرفت القضيه عرفوا انه هو سيريال كيلر وانه قاتل اكثر من هدول وكشفت جرائم سيريال كان قاتل متسلسل عامل اكثر من جريمه واعترف فيهم واهالي الضحايا الثانيين شوف يعني انت بلشنا في ضحيه كمان صار ضحايا ثانيين كثير وعرفوا اهالي الضحايا الثانيين اتليست زي ما بيقولوا صار في كلوجر صار في تسكير لان عرفوا في ناس مش ما جثث ال ال حتى الناس اللي مقتولين بالنسبه لهم كانوا مفقودين مش معروفين فشوف لوين بس شغله واحدة من كتر ربط البيانات عملت هاي قصتين سريعات يعني نعم. عشان بس ال... هيفا بتحكي عن التحليل شو هو الداتا analysis وكمان كمان المهندس عزام بيحكي من هو من حقه الاحتفاظ بهذه البيانات وتحليلها واستخدامها وايضا في سؤال ثاني بيسأله هل تستخدم الارتفيشال انتليجنس لتحليل البيانات خلينا هذول نجاوبهم في اجابه واحده آه طبعا هم كلهم بدوروا حول نفس الشيء طبعا تحليل البيانات بيجي بيجي بكذا طريقه اللي هو الشيء بنسميه آه ال, 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 ال اللي هو الداتا بوينتس او وين في نقاط في البيانات اللي بيربطوا فيها المعلومات في عندنا البزنس انتليجنس اللي هو تحليل الاعمال اللي هو بيحلل مثلا ليتس uh, سي قديش انت جبت مبيعات السنه اللي فاتت قديش انت اقل قديش انت اكثر شو شو ومنها منها بيقعدوا ناس وبيحللوا اذا شو بدنا نعمل السنه الجاي او الثلاث سنين او الخمس سنين اللي جايات لانه بيكون نعم. في مؤشرات مثلا بتقول لي بنسميها الكي بي ايز اللي, ال اللي بتقول لك ان 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 انت هاي ال الاخضر يعني انت عملت منيح الاصفر يعني حول نعم. حول المتوسط الاحمر يعني انت يو فيلد عرفت علي؟ فهاي الاشياء بتساعدنا وفي طبعا الاي اي الاي اي بدخل بشغله اكبر من هيك انه بيحلل البيانات وبدل ما الانسان يقعد يفكر ويعمل هو بيصير يعطيه افكار بيصير يقول له مثلا والله انت عم بنشوف انه في طلب مع انه انت بتبيعش منه كثير لانك تنتجش كثير لكن في طلب عليه فكر في انك تنتج هذا المنتج او هاي السيرفيس السنه الجاي لانه واضح انه الطلب عليها اكثر وانت مش عمالك عمالك تسكر كل سنه عم بتغطي الماكسيمم تبعك ممكن لازم ترفع الماكسيمم هذا لا ترفع عدد الانتاج او ترفع الموظفين اللي بيعملوا هاي السيرفيس من زي ما يعني بنشوف دائما البنوك والهدول كيف لما بيصير في طلب او شيء على السيرفيس بيجي بيصيروا يحطوا لك موظفين أكتر تلاقي واحد اتصل فيك من البنك بقول لك او انت مش عارف احنا في عندنا كذا وكذا سيرفيس ممكن بتحب ليش بي بيوظفوا ناس وبيعملوا لا مش عشان هم هلا صاروا بياخذوا ريسك كانوا يعني بالزمنات بياخذوا ريسك وايام بتفشل ايام بتنجح هلا صارت الريسك اقل لانهم عم بيشوفوا من التحليلات والاي اي بيقول لهم مثلا آه هاي شغله شايفين في عليها طلب وانت مش عم بتلحق عليها يعني الطلبات متراكمه اكثر من الـ من الـ من الردود عليها فانت ممكن تركز على انك توظف ناس اكثر لها او تركز عليها باي شكل من الاشكال وصلت الداتا اناليسيس في في مشروع عملناه مثلا والاي انه في تركيا ادت بلدان بس الفيديو اللي كان عندي ولساته موجود اللي الحكومه التركيه انه لما يعمل واحد حادثه في الشارع ويهرب خصوصا اللي, اللي راح على تركيا وبيعرف الشارع الرئيسي تبع اللي بيربط اسطنبول الجزئين الاوروبي وهذا هذا من اكثر الشوارع البيزي في العالم يمكن ولما تصير عليه حادثه صعب الناس تنتبه له او تشوف او ففي اندي فيديو بوريكم انه باص فان ضرب في سياره صغيره ودخلها بالحدايد اللي بنص الطريق طبعا بال السياره اصابه كبير مش يعني خطيره بس انه اصابه كبيره السيستم م. لحاله كشف الـ كشف الـ كشف الحادثه اولا طلب بوليس واسعاف لمكان الحادث وضل حاطت ماركر على الباص اللي دعس او اللي ضرب السياره لغايه ما وصل لاسطنبول الهاي واي ما عليهوش كاميرات قريبه احنا عارفين الكاميرات عاليه فما بشوف الرقم تبع ال ما بتشوف الرقم تبع السياره بس شايف السياره وضلت ملاحقته بالماركر لما وصل اسطنبول اللي هي الـ الشرقيه الـ الـ الاشارات قريبه فالاشاره اول اشاره مش شافها كشفت الرقم وبعتت فيديو مختصر عن الحادثه كلها من اول ما صارت لل... لساعة ما وصل اسطنبول شافها شرطي شاف الرقم دغري كبس بيكبس زر واحد بس بقول انه حط بولو او اللي هي مطالبه بهاي السياره اقرب سياره اقرب سياره شرطه عرفت وين طبعا اعطاهم اللوكيشن تبعها وين موجوده لسه السيستم كان بيراقب السياره او الباص قبل مهم. ما يوصل الديستنيشن تبعه وصلته سياره شرطه ومسكته فانت شوف أوه. قديش معلومات هذه كلها تحليل فيديو تحليل حركة قراءه الهاي تحليل الموقع الجغرافي وين الكاميرا اللي أوه. موجود عندها يعني الكاميرا تقول وين الجيوغرافيكال لوكيشن تبع الشخص هاي من الاشياء وهذا بنسموه ريال تايم اناليسس عشان عشان نجاوب هيفا انه الاناليسس بصير يا اما باسيف معلومات انا جمعتها قبل وعم بعملها هلا زي مثلا معلومات السيلز تبعت السنه اللي فاتت كلها بشوفها مره واحده بدي اعرف من في شيء اسمه الريال تايم اناليسيس الداتا اللي هلا عم بتصير لانه هلا صار الحادث وعم بجمع انا الداتا من وين عم بروح وين عم بيجي من اي اكزت طلع طلع من الهاي واي ولا لسه دخل على هذا مسموه الريال تايم اناليسيس برضه فاعتقد انه ما بعرف اذا المثال اعطى الفكره عن عن جميل. تحليل مثال... مثال جميل جدا هيفا بتسال عن اختصاص، اختصاص تحليل البيانات هو جزء من علم البيانات ولا شيء ثاني؟ حنحكي حنحكي في اخر في اخر الحلقه في في الموضوع الاخراني عن اللي بيحب يدخل في علم البيانات، بس هو علم البيانات بيشمل الجمع، التحليل زي ما قلنا ربط ربط المعنات باتباعها، الديتا كونكشنز وغيره، كلها بيجي تحت علم البيانات. او تخصص علم البيانات. طيب آه الان مع التقدم هذا جمع البيانات لابد ليكون يكون الان مع التقدم اللي صار في التقنيه لابد ليكون يكون من خلال داتا بيز ولا في صيغ ثانيه آه ما زالت موجوده كنا متعارفين عليها زمان ما ما زالت تستخدم آه ايش الصيغ اللي بيتم جمع البيانات من من خلالها واللي من خلالها بيصير تسهيل على التحليل لهي البيانات طبعا احنّا بالزمانات بالزمانات زمانات أول ما بلشنا كان حتى تقدر تحلل البيانات لازم تكون في داتا بيز أو في قاعدة بيانات صح. وقاعدة صح. البيانات لازم تكون بسموها اس كيو ال يعني اللي هي معتمدة على الكويرينج أو أو اللي هي شو بيقولوا مش عارف شو بالعربي بس اللي هي الطريقه اللي انت بتطلب منها من المعلومه انها انها تطلب منها تطلب معلومه معينه وتيجي لك هذا اللي مسموه الكويري تطلب طلب الداتا نعم الداتا ولازم تكون في تيبلز <applause> زي ما بقولوا وعنونه وإشي هلا صارت البيانات بتيجي يا اما من قاعده بيانات طبعا هي بالاخر كلها بنحطها في داتا بس اول شيء قواعد البيانات بطلت اس كيو ال صار في اس كيو ال في اس كيو ال لس قاعده بيانات اللي هي زي المونجو دي بي اللي هي لانه انت انت مثلا اعطيك مثال انت لو عندك قاعده بيانات بالسيلز او بالمشتريات بالبيع والمشتريات عندك يعني زي ما بقولوا شغلات معينه سعر البيع سعر الشراء البضاعه اللي انت بعتها امتى انباعت هاي داتا معينه كولومز محدده بس لو انت بدك تعمل مثلا تحليل لتويتات اللي بتنحكى على السوشيال ميديا لموضوع معين الناس مثلا هلا كل السياسيين بيعملوا هاي الشغله بيشوفوا شو بنحكى عنهم وهل م. بنحكى بوزيتيف او نيجاتيف بنسموه سنتمنت اناليسيس البزنسز الكبيره البنوك بتشوف الناس بتنتقدها ولا لا الاوتيلات بتشوف بتروح على مواقع زي زي المواقع هدول اللي, اللي بيعملوا فيهم ريفيوز للسيرفيس او التورست سايتس وبيشوفوا مش بس بنحكى عنهم لانه لما واحد بكتب ريفيو عن اوتيل مثلا بكتب بكتب ريفيو طويله بكونش بقول لك مثلا لقيت الاستقبال كان منيح، الناس كانوا لطيفين، بس خدمه الغرف كانت سيئه، او مثلا ال ال الاشياء اللي كانوا حاطين ليها في الحمام، او الفطور اللي حطوه لنا اياه ما كانش بزياده، فهذا شيء سلبي وشيء ايجابي. كل واحد بيكتب، ومش كل واحد بيكتب عن كل السيرفيسز كل واحد بيكتب عن اي شيء، فما فيك تحطها في قاعده بيانات اس كيو ال, ال كل تويته وكل ريفيو لحالها تعتبر تيبل. فهاي صارت عندنا شيء اسمه اس كيو ال كل تويتر كل شيء بتعاملها لوحدها كانها تيبل لوحده وصارت مثلا في سوفت عملناهم لناس انه للاوتيلز مثلا بالذات بيجي بقول لك اذا حكى شيء عن السيرفيس بناخذ هذا المقطع بنقول حكى عن السيرفيس ومن خلال كلامه عن السيرفيس السنتمنت كانت يا نيجاتيف يا بوزيتيف يا اما نيوترل حكى مم. عن الاستقبال الاستقبال كان نيج... بوزيتيف حكى عن خدمة الغرف كانت نيجاتيف من نفس الـ, الـ من ريفيو واحدة صرت بتطلع كل الأشياء طبعا الفورمات ممكن تكون تكست فايل ممكن تكون صورة كمان هلا كل كل صورك اللي انت هلا احنا اللي احنا عم نعمله الفيديو والصور اللي عم نعملهم عم بصير عليهم اناليسيس لما احنا بنحط هذا على الفيسبوك على اليوتيوب الكلام اللي نحن بنحكيه مسجل وبصير عليه اناليسيس الصور تعبيراتنا في في الهادي بصير عليها اناليسيس اي اشي بنحط تكست تكست فايل انت لو حطيت تكست فايل على الانترنت وكان public بتدخل في الهاي بصير عليه اناليسيس اي اي داتا سواء مكتوبه مرئيه صور متحركه صور ثابته صوت كل هاي الاشياء تنعمل داتابيز زمان زي ما قلت لك كنا يا اما تيبلز في داتابيز او شيء ديجيتال يعني اس كيو ال سوري اكسل مثلا اكسل شيت او تكست حتى تكست تكست فايل كنت تقدر تعمل فيه زي تيبلز بس هلا اي نوع من الداتا وهذا الشيء اللي اللي صارت الناس تحكي عن خطورته لانه آه مدام ما دام انا بقدر احلل صورتك وبعمل فيش ريكوجنيشن معناته هاي الداتا ممكن تتهرب لناس ثانيين يمكن يستغلوها بشكل آه مش مزبوط مثال حتى يكون اقولك آه آه اقول لك كيف كيف ممكن أنا احنا بنحكي عن الفوائد بس هاي شغله من الشغلات اللي كانت في شركه بتجمع وهي عليها انتقاد بتجمع كل الصور اللي من على السوشيال ميديا بتعمل عليهم ريكوجنيشن بتعمل لكل واحد بروفايل هذا الشيء استخدمته للاسف الشرطه الامريكيه وقت حوادث البي ال ام او البلاك لايفز ماتر لتتعرف على الناس المتظاهرين او وتقبض عليهم طبعا هذا الشيء مش هلا ممكن يكون طبعا في له فايده لما انت بتقدر تتعرف على ناس اذا 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 بدك عن جد كان في جريمه لانها بتستخدم برضه للكشف عن المجرمين اذا اذا مجرم ضرب وهرب وشفنا وجهه وفي داتا بيز مين هو هذا شيء كويس طبعا لكن من الاشياء اللي في استخدامها هي الشرطه وطبعا شركات زي جوجل وفيسبوك وتويتر رفعوا عليها قضايا انه هاي المعلومات هاي اجابه برضو على السؤال لمين هاي المعلومات حسب حسب الشركات هاي بتقول صحيح هاي الداتا بابليك وانت بتقدر تشوفها كشخص لكن لا يحق لك انك تستخدمها في الك وتستفيد منها لانه صاحب الداتا هو اللي بحطها اللي بحط الصوره هو ما اعطاك كونسنت يعني حط الصوره بابليك بس ما اعطاك كونسنت انك تستخدمها وتستفيد منها فهذا الديبيت اللي هلا صاير انه احقيه سؤال كويس احقيه المعلومات هاي اللي محطوطه اذا انا حطيت صورتي بروفايل تبعي على اللينكد ان اوكي انا حاططها لانه كل البروفيشنلز لازم يكون عنده لينكد ان بروفايل حتى تاخذ بروجكت ولا حتى تتوظف ولا حتى شيء واذا ما بيشوف صورتك مش حيعمل لك شيء بس اذا بشوف صوره واحد تاني يمكن اقل منك يمكن ياخذه لانه شاف شاف بني ادم صار يصير في ترست من الكونتاكت اعلى ترست اعلى هيك البني ادم بيحب يشوف وجه بني ادم ثاني فانا بحطها لازم احطها عشان برضه اكون منافس بس انت تيجي تاخذها من لينكد ان وتروح تحطها في داتا بيز عندك وتستخدمها الشرطه عشان تتعرف علي مثلا هذه الديبيت الكبير والشركات نفسها اللي بتستضيف هاي الايمجز قاعده بتقول انه لا يحق لك لانه حتى احنا حاطينها عندنا بس ما بندعي انه هاي الصوره النا او بنستخدمها من دون ما اليوزر يعطينا آآ آآ يعني سماح خطي او رسمي بانه نستخدم هاي الصوره للاعلانات او غيره يعني أو يعني, أو أو يعني أو هذه الشركات هاي الشركات قانونا لا تملك هذه البيانات يستل صاحب البيانات هو اللي يملكها قانونا لا تملكها بس هي بتكون خليتك توقع في التاجريمنت انه انت بقدر انا استخدمها في هاي كذا وكذا وكذا وفي اشياء بتعطيك فيها اوبشنز يعني أوه. في ناس بتنتبهش لما اقول لك مثلا آه في واحدة بعرفها قالت لي ما شفت الا مره واحد باعت لي سكرين شوت اعلان للينكد ان ومستخدمين فيه صورتها ولك ذيس بروفيشنال مش عارف ايش، هاي بتستخدم اللينكد ان لحتى مش عارف ايش ومش عارف شو هو. ف... فطبعا فطبعا انا قلت له قلت له المفروض انه في اوبشن هم بيعطوك اياه كانوا يعطوك اياه باي ديفولت مفتوح لما انت تسجل معاهم انه بتقدر يستخدموا صورتك ومعلوماتك في في ادفرتايزنج لللينكد ان وانت بتقدر تقول لا عنه، طبعا مع نزول قوانين الخصوصيه والكذا تقدر تقول لا، بس قلت له هي ما دامها حاطه بق... إنه بيقدروا يستخدموا ما... ما إلها حق قانوني لما تشيلوا بي... بيصيروا ما يقدروش يستخدموا هاي الصورة في الإعلان حتى لو هم مستضيفين حتى لو هم مستضيفينها لكن بحق لهم يبيعوا معلوماتها anonymized يعني آه ل... لتابعون الإعلانات حتى يوجهوا ليشوفوا لمين يوجهوا إعلاناتهم للناس ما بكونوش هم المعلنين في, ال... في الأغلب شايفين عارفينها شخصي بس لما بقولوا بدنا مثلا نعمل اعلانات لستات بروفيشنالز في مجال الاي تي من ال 30 وفوق راح في الاغلب ممكن في كندا بهاي المنطقه بالاغلب راح يصير الادفرتايزمنت اذا كانت في فتحه البروفايل تبعها في هذا الوقت من الكامبين لما صارت القصه تبعت واتساب وصار انه آه الان الكل في الفيرجن الجديد الكل بده يوافق على استخدام البيانات تبعته بشكل بابليك وانه من حق الشركه استخدام البيان هذا هذا النقاش هذا الموضوع هذا الموضوع يعني ليه ما كانت واتساب مخدته بعين الاعتبار من من البدايه وشو اللي خلاهم الان يدخلوا بهذا بهذا الشكل من الطلب وبعدين هل كان هذا برايك كان مغامره من من واتساب ولا كان امر مجبرين عليه آه، واتساب واتساب حالته شويه لانه واتساب كانت شركه خاصه ولناس كانوا ما بدهمش ما عندهمش غرض اعلاني في الاول زي ما احنا شفنا الواتساب لما كبر اشترته فيسبوك فهلا واتساب مش واتساب واتساب صار اب مملوك لفيسبوك صار سياسة, سياسة في فيسبوك له تطبق عليه لا مش بالضروره كان أوه. لغايه لغايه قبل فتره عادي ماشي بسياسه لحاله مش عارف ايش وما له الداتا تبعته ما بتروح على فيسبوك <applause> فيسبوك شاف خصوصا بعد الضغوطات اللي صارت عليها بالبرايفسي والمش عارف ايش وكثير ناس صارت تعمل برايفت بروفايل وطلعت من فيسبوك اي صارت عائداتها من الاعلانات اقل من اللي بتجيبه طبعا مش انها خسرانه يعني بدل مثلا عشر مليار صاروا 10, 10 مليار الا 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 الا, 5 دولار مثلا او طبعا هذا الشيء بالنسبه لهم بالنسبه لهم خساره وهم ب... هن ما... ما بدهم يخسروا هن دفهم دائما إنه... انه تزيد الارباح آه. فصاروا يقولوا فصاروا ايش بدهم يعملوا؟ قالوا بدنا نصير نستخدم الداتا تبعت الواتساب لفيسبوك عشان نوجه اعلانات. اوكي عرفت علي؟ مش public هذا آه. الناس فهمته غلط بس انه راح تروح آه. على الفيسبوك لنصير نستخدمها نات المستخدمين تبعون واتساب وفيسبوك مع سوا. طبعا من كتر الليكس اللي صارت وال... والفضائح تبعت الفيسبوك الناس ما عجبهاش فكتير هاي. ناس طلعت في ناس غيرت في ناس بطلت تحكي كتير في ناس مهمهاش في ناس راحت ورجعت بس هاي هي صارت القضية لأنه فيسبوك لها سمعة سيئة طبعا بالليكس وبغيره بين الناس ففقدت للأسف فقدت يعني زي ما بقولوا شعبيتها بين كتير هلأ مثلا كتير من الشباب وهذا الاشي معروف كثير من الشباب من الجنريشن زي ما بيستخدموا فيسبوك مصدفة. فهي عم تفقد فهي عم تفقد عم تفقد ناس أه من الجمهور الجيل طبعا. الجديد فعلا الجيل الجديد مش مهتم بفيسبوك نهائي ابدا اه ف ف ف فصارت عم تخسر من من وراء هاي الاشياء فعشان هيك قالت لك واتساب في عليه جمهور كبير كثير كثير والداتا موجوده كثير فانا بصير استخدمه عشان تو بوست ماي ادفرتايزنج سيرفيس عرفت علي هذه هي uh شو اسمه جاوبتك على السؤال yes, ولا لا؟ يس yes. انا انا كنت بستغرب التاخر في الموضوع هذا السؤال يعطيك بأ... العافيه على الجواب بحكي لك اذا قمنا باعلان ممول هذه المجوهرات الدمشقيه في كندا اهلا وسهلا بكم ونرحب بكم بقول لك اذا قمنا باعلان ممول على فيسبوك طبعا احنا الان واحنا بنقراكم صار, صار في عندكم اعلان على كنر تي في هل يوجد هل يوجه الاعلان عن طريق البيانات؟ اول شيء بنرحب بالمجاورات الدمشقيه انا انا دمشق من المدن اللي بحبها جدا جدا للاسف اللي عم بصير فيها طبعا لكن يعني بنرحب في دمشق واهل دمشق اولا ثانيا كل كل المبدا تبع اعلانات فيسبوك مبني على البيانات بالذات بيانات المستخدمين اللي عم بيجوا و... وايش بفضله يعني هلا مثلا انت بتقول انه اسمك المجوهرات الدمشقيه في كندا من الاسم لحاله حيعرفوا انك بتبيع مجوهرات ان مجوهراتك على الستايل السوري او الشامي يعني كل بلاد الشام تقريبا نفس ال... نفس ثقافه واحده وانك قاعد بكندا هدول لحالهم 3 داتا points العنوان <applause> تبع الاسم طبعا الاخ او الاخت اللي او المجموعه اللي سالوا اصحاب البزنس هاد هذه داتا هلا بيصيروا يشوفوا مثلا بيصيروا يشوفوا الصور اللي انت بتحطهم الاشياء اللي انت بدك تعملها وايش ايش شو اسمه ايش ممكن اللي انت الخدمه اللي انت بتقدمها لما بدك تيجي تعمل اعلان بكونوا عارفين بروفايلك وبشوفوا مثلا بدوروا مين الناس اللي بتشتري مجوهرات طبعا خلينا نحكي عن شغله مهمه بالنسبه لفيسبوك، فيسبوك ما هي بس اعلاناتها او معلوماتها بتنجمع عن طريق الفيسبوك بحد ذاته، في كثير مواقع م. انت لما بتدخل الموقع من دون ما تعرف الاعلان اللي جايك جايك من ال... من ال من الباك اند تبعت الفيسبوك حتى لو ما كانش عندك اكونت على فيسبوك من الديفايس تبعك بيجمعوا المعلومات عنك م. حتى تكون الناس لا. عارفه حتى لو ما كانش عندك اكونت على فيسبوك على الديفايس تبعك بيعملوا المعلومات عنك فلو عرفوا انك انت او واحد او وحده بتحب شراء المجوهرات ممكن مثلا تكون من اصل سوري او بتزور مواقع سوريه او انك بتحب الثقافة السورية بتسمع أغاني سورية على اليوتيوب تعرف ولا كل هاي ديتا بوينتس بالنسبة لهم فعم بيشوفوا كل هالأشياء وبصيروا إيش يقولوا لما أنت كشخص بتبيع هاي المجوهرات بدك تحط الإعلان وتقول لهم تحدد لهم ان انا بدي بدي مثلا الناس اللي لانه اكثر جمهوري مثلا حيكون من الجاليه العربيه ممكن الاجانب ذوقهم في المجوهرات مختلف كل المعلومات اللي عنك واللي انت بتعمله واللي عن الناس واللي عم عن بيجمعوه عنهم بصير الاعلان تبعك موجه لهدول الناس حسب بياناتك وبياناتهم اللي بيجمعوها عنك واللي بيجمعوها عنهم إحنا شفناك بتحكي بالأمثلة في أمثلة كثيرة حكت على موضوع الجرائم يعني علم البيانات كأنه بدأ يستخدم في تفادي الكوارث الطبيعية الكوارث البشرية وين بتشوف هاي الاستخدامات للبيانات؟ أولاً حكي مثال أقرب لكل الناس طبعاً إحنا حكينا عن مكافحة الجريمة لما قلت لك المثال تبع السياره اللي في صحيح. صمو. هذا من امثله مكافحه الجريمه في عندنا امثله يعني. كثير من مكافحه الجريمه الالكترونيه الجريمه مش عارف ايش والسيريال كيلر اللي لقيوه عن طريق الدن هذا كله يقع تحت مكافحه الجريمه لكن من صحيح. كخطر عالمي كبير واحده من اكبر الامثله اللي استفدناها من علم البيانات اللي هي جائحه كورونا آه آه في عندنا في عندنا مثال اذا اذا بتحب تورجي آه 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 على السكرين آه. شوت آه كل العالم بالذات في هاي بالذات في هاي الجائحه كل العالم تشارك في البيانات، كل الدول كانت تحط ولا تزال بتحط معلوماتها على الانترنت عن الجائحه سواء الحالات اللي اللي بتصير اللي بتتعالج اللي اللي بصير فيها سايد افكتس او لونج هول بسموهم سايد افكتس اللي هي الاثار الجانبيه على مدى طويل او على مدى قصير الحالات الوفيات كلها موجوده على الانترنت وكلها داتا بوينتس مجمعه من كل انحاء العالم لولا وطبعا غير هيك لما عملنا الفاكسين الدراسات اللي صارت بين كل كل دوله عملت فاكسين حطت دراساتها اونلاين ب... ب... مع اختلاف انواع الفاكسين مع اختلاف الطرق كلها محطوطه اونلاين هقولكم شغله لو ما عملنا هذا الشيء كان عدد الوفيات هلا ممكن يوصل الوفيات مش الحالات 30 ل 50 مليون. اه احنا بنعرف شو اللي صار في الانفلونزا الاسبانيه. هذا المثال اقرب شيء على الانفلونزا الاسبانيه اللي عرفنا عنه 50 مليون. هذا كان عدد السكان بهداك قبل 100 سنه اقل بكثير. عرفت؟ صح طبعا لو هلا عم نحكي والازدحام اقل طب هلا يمكن الصين لحالها كان فيها 50 مليون وفي لحالها 50 مليون صحيح مش مش, مش مش كل العالم، لكن على الاقل بنقول 30 ل 50 مليون. احنا هلا طبعا آه، كل وفية زي ما بقولوا every death is, is a one uh, too much death صح. بس صح. ما بنقدر نتجاوز هذه مشكلة عالمية جائحة عالمية ما بنقدر نتجاوزها لكن تجاوزنا بأقل ولسه هذه الجائحة بالذات من الجوائح اللي الناس فيها قاومت صار فيها كتير زي ما بقولوا controversies وقاومت التطعيم وفي ناس قاوموا الماسكينج وك... ومع ذلك قللنا عدد الضحايا بشكل يعني شو بدي اقول يعني تاريخي عن عن مقارنة بالجوائح اللي قبلها مقارنة بال, يعني احكي عن الايبولا قبل كم سنه ومع التكنولوجيا اللي كنا فيها بس ما كانتش برضو هالقد المعلومه انا بحكي عن الاشياء الجديده حتى مش الاشياء القديمه لا. الايدز بالثمانينيات <applause> مع انه برضه كان عندنا تكنولوجيا وكان في بس ما كانتش هالقد الانترنت ومع انه مع انه انتقال مع انه انتقاله مش بالسهوله تبع ال وانتقاله تبع آه. اه مش مش آه. آه. ايربورن مش ايربورن وفي له ظروف خاصه جدا لانتقاله ومع ذلك عمل جائحه عالميه لهلا بنعاني منها لانه ما م. كانش عندنا معلومات كفايه من اوله لحتى نقدر آه نتابع عليه آه. تلاحظ قرب شويه السارز الاولاني والثاني عدد الضحايا اقل بكثير لانه كان في تكنولوجيا كان في انترنت كان في نظام تحذير مبكر وكانت في داتا اذا بتتذكروا السارز الاول والثاني ف ففي كثير عوامل تغيرت وهي السنه بالذات غير هلا هذا المثال اللي موجود عند عندكم هذا هذا معمول لايف هذا لايف ستاتس ريبورت عالميا يوريك كل الإنديكيترز الموجود زي ما انت شايفين الجلوبال شارت الحالات اللي اللي طلعت الحالات اللي نزلت عدد الحالات شوف شوف قديش بالارقام شوف برضه مثلا هو عندك الفاكسينيشنز اللي هي التطعيم عالميا مع الدول اللي فيها انكم اسيا اوروبا الصين نورث امريكا وبتنزل بعدين بالدول قديش قديش النسب قديش الجلوبال تشارت من من نسب التطعيم لغايه هلا طبعا احنا كتير لو بس طبعا التطعيم بلش كتير جديد زي ما احنا عارفين آه يعني هذه المعلومات كلها على فكره فري على الانترنت واللي بده يشوفها او 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 يتعامل معها بيقدر يشوفها، شوف كمان قديش صارت فيجوالايز تقدر تحط نقطه على البلد اللي انت فيه اللي بدك اياها شايف وبتشوف بتشوف بتشوف, بتشوف معلوماتها شايف؟ صح فريندلي يوزر انترفيس فريندلي يوزر انترفيس يعني بتتعامل بالزبط. معه بشكل فريندلي ما فيش عندك مشكله في انك تفهم كيف تتعامل معه آه. هذا لسه لا يعتبر شويه مش فريندلي حوريك المثال الثاني شوف هذا أه. قديش فيه لايف فيه حتى لايف زي تيكرز عن اللي بيصير عالميا آه. حلو شايف كيف وهون بتغير كونتيننت وايد سبلت حسب القاره شايف وعندك الفانلز عندك الكانتري وايز حسب البلد م -م. وعندك اذا بندخل على شوف كل بلد موجوده وقديش قديش الحالات عم تطلع وعم تنزل طبعا وعندك هون مثلا آ آ هذا اللي انا بحب اوريه هون هذا معمول شايف على الجوجل ايرث ورجيك كل البلدان وين وين الاحمر ووين الازرق كيف كيف تعمل سيرش مثلا صحيح، شو اللي بيجبر الدول انها تتعاون فين بياناتها تكون متوفره؟ آه ما في شيء بيجبر الدول بس كلها الدول هاي الدول كل اغلبيه دول العالم اعضاء في ال هيلث اورجانيزيشنز كلياتها بيناتها اتفاقيات تعاون ومساعده و... 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 وبعدين هقول لك شغله اللي بيجبر الدول بالذات الدول الديمقراطية إنه هذا الوباء ما بيأثر على الدولة إذا إجانا واحد من دولة كنا كلياتنا ما كانش مثلا واصلنا الوباء وسكرنا على حالنا إجانا واحد من دولة فيها وباء وكان حامل الوباء خلص لا تنف إنه إحنا نوقع في الآية فالدول هاي فالدول هاي اللي بيجبرها مصلحة مواطنيها أولا وآخرا قبل كل شيء أولا مصلحة لأن عندها لان يعني هي مساءلة من ضمن من من هدول الـ الـ طيب انا انا بدي اخذ هذا المثال حتى اخذوا مثال على استخدام البيانات وتحليل البيانات ومصداقيه البيانات لنفرض انه في عندنا دول البيانات اللي فيها ما فيش في عليها 20% مصداقيه مش حتضرب كل كل الشغل تبعنا هذا في البيانات شوف واحده من من المشاكل اللي بتواجهها البيانات وهذا اللي كنت رح احكي عنه يعني اذا ما سالت كنت حطولها احكي عنه انه في مشكله في البيانات الدقه مش بس هاي الحاله اللي انت بتحكي عنها هي حالة سياسيه انه في دول بدها تغطي طبعا في منظمات في كل في دول بتكون حتى في الدول الدكتاتورية بتهرب معلومات بالخفيه لا اقرب من الواقع، احنا دائما برضه خلينا نقول ما في داتا مية 100%، احنا بنحاول نوصل لاقرب لهي، في عنا مشكله ثانيه اللي بسموها البايس، التحيز. لما يجي يقول لك انه اكثرية اللي بنقبض عليهم في امريكا او اللي بالسجون من ال... من ذوي البشره السوداء وال... والاسيويين والاقليات الثانيه العرب المسلمين وغيره وغيراته، هدول كلهم اقليات، هل هدول بيرتكبوا جريمه اكثر من الغالبيه البيضاء؟ لا طبعا، بس لانه الغالبية البيضاء من زمان تعمل تحيز ضد هدول فصارت الداتا اللي مجموعة ضدهم وهذا التحدي في تنظيف هاي البيانات وترجيعها على بسموه شيء نسميه النورماليزيشن اللي هو اه تطبيعة البيانات أو إعادتها للشيء الطبيعي أنا حكمل بس أعمل اه مثال تاني على السريع برضو على برضو على في سؤال من سوسن لحد ما تعمل انت الشير في سؤال من سوسن بحكي شو في تطبيق كويس للبيرنتال كنترول احنا حنتكلم عن التطبيقات later. احنا احنا حكينا عن هاي الاشياء يمكن في اذا بتقدر ترجع لحلقه السايبر سيكيورتي في حلقات كثير عملناها عن هذا الموضوع ممكن ممكن يعني زي ما بقولوا ممكن ممكن الاخت ترجع لها ما بعرف اذا اذا yeah. انت جديده على الـ على البرنامج او لا بس احنا عملنا كثير عن عن هذا الموضوع خصوصا في البلاي ليست على اليوتيوب موجود مجموعه من الحلقات تشوف الحلقات اللي لها علاقه بالتطبيقات اللي بتستخدم امن المعلومات وفي منها امن المعلومات على اللي بيستخدمها الابناء والاباء at the same time يعني بكون سواء على الموبايل او على كل الديفايسز اللي ممكن يستخدموها الابناء مم. وفي وفي كمان عملنا حلقه حتى عن التنمر الالكتروني وعن عن الحمايه ضده و... واشياء زي هيك كل الحلقات هاي موجوده عندنا يعني جاست تروحي على كنار تي في لايف على يوتيوب وهناك دور في على, على القناه تبع تبعنا ومنها في البلاي ليست حتشوفي نادي التكنولوجيا في البلاي ليست حتشوفي نادي التكنولوجيا في في برضه سيرتش yeah. بال القناه نفسها تقدر تدور بتلاقي الحلقات اللي عن الامن او عن الخصوصيه وغيرها انا حنزل لك عشان اسهل عليك الموضوع حنزل لك اللينك تبع البلاي ليست تبع نادي التكنولوجيا حنزله في التعليقات ليتر ان شاء الله تفضل دكتور كمان هذا المثال اللي موجود عندنا هذا معمول على سوفت وير اسمه الباور بي اي باور بي اي ديسكتوب هذولاك اللي ورجيناهم كانوا برضه باور بي اي بس كلاود هذا مثال على فكره هذا المثال فري وفيك تنزله من الانترنت وتستخدمه الباور بي اي ديسكتوب فري على على فكره فهذا هذه هذه بورينا هذا بس للولايات المتحده بس عشان عشان بديش انزل شيء داتا كبيره لانه محطوط عندي بس على جهازي فهذه هذه زي ما انتم شايفين بتشوف كل الولايات الحالات اللي فيها ال ال الفاكسينيشن uh, عندك هذه الكاونتي فيو اللي هي المقاطعات اللي اللي في كل ولايه وكل شيء وفيك هون تفلتر مثلا انه بدي مثلا بس مثلا كاليفورنيا ممكن انت تعملها uh, بس بس ل مثلا لولايه كاليفورنيا او لاي ولايه تانية طبعا في في كمان هذا لايف uh, يعني ممكن تشوف الداتا لايف اذا اذا بدك تعمل uh, اذا بدكم تشوفوا الداتا اللي هي لايف آه خلينا اوريك اوريكم وين من دون الفلتر بس حنشيل هاي في عندنا شيء اسمه ريفرش حنقول انونيموس حنقول له كونكت بنقدر نعمل ريفرش للداتابيز هاي كلياتها هاي تيجي من اونلاين بنقدر حتى نعمل آه انت بتقدر تعمل شيء انت التشارتس تبعونك يعني اذا انت بدك تستخدم هاي الداتا لإلك لانه هدولاك اللي شفناهم كانوا ويب وهم هيك معمولين هذا آه، السوفت وير بخلينا نعمل نسحب هاي الداتا ونعملها آه، نستخدمها في الطريقه اللي احنا بدنا اياها يعني انت بتقدر تيجي هون آه، تاخد تاخذ الداتا اللي بدك اياها عن طريق الفيجواليزيشن وتحط بس دراج اند دروب وتقول له وريني هون المعلومات اللي عن الستيتس وتختار باي ستيت كود يو اس دي ماجد نحن. ماجد سواقفه بحكي لك تحياتي دكتور هشام اهلا وسهلا ابو يزن كيف ممكن نستخدم ال ال البي اي علشان شو اسمه علشان نطلع معلومات ابو يزن ونتبع ونحلل ونحلل معلومات ابو يزن ابو ابو يزن ابو يزن صديقنا الروح بالروح معلوماته كلها عندي ما تخافش <تكاش> باور بتكاش باور بي اي اساسا بتكاش باور بي اي ابو يزن ابو يزن حبيبنا ها نعم اكيد زي ما قلت لك ان انت بتقدر تخلق ال... شو اسمه جميل انا بس شكله الكونكشن الكونكشن تعبان آه. شوي فمش عم, عم بلاقي مش عم بنزل الموضوع عندي بس طيب زي ما انت شايف بل... احنا احنا هاي مع يعني الابلكيشن هاي بدا يبين عندك ظاهر في بطء بس للتحديد آه. لا عم بيطلع الليبلز عم بيطلع الليبلز بش... ال... مش عم تطلع مش عم تطلع الداتا آه. عشان هيك بقول لك وهلا دف... لما جيت اعمل كونكت اخد اخذ وقت كثير بس اني anyway واي زي ما انتم شايفين انا بس حبيت اورجي مثال اها هاي هاي الشارت طلعت شايف؟ يس. يعني انت بتقدر تعمل الداتا موجوده وفري اوف تشارج وانت بهذا وير والكونيكشن موجود هذا وير موجود اونلاين والاكزامبل هذا تقدر تنزله تعدل عليه وتعمل اللي بدك اياه اي شيء اي شيء جميل يعني جميل آه زي ما قلنا الداتا في متناول الجميع هذه اذا انت مثلا مستشفى طبيب آه آه حتى انت شخص مهتم بالموضوع بدك تشوف تتابع شو, شو اللي بيصير لحظه بلحظه تبع اخبار مثلا زي زي احنا عندنا في كناري إذا عندنا حدا واحد دكتور جمال مثلا حابب يشوف الداتا هاي ليعمل في عنها حلقه وات كلياتها موجوده اونلاين وبتقدر انت من دون لا برمجه بدك لا بدك زي ما انتم شايفين لا قدره برمجيه ولا اي شيء داتا موجوده سوفت وير فور فري وانت بتعمل التشارتس تبعونك بتقدر تحضر لحلقتك للمرضى تبعونك او لاي شيء بدك اياه او لتقاريرك الشخصيه رساله الدكتوراه اللي بدك اياه جميل جميل جدا طيب حناخذ السؤال الاخير نربطه بالسؤال اللي سالته الاخت حول موضوع عالم بيانات شو متطلبات دراسه والمهنه كيف وضعها شو مستقبل تحليل البيانات هل هو جزء من من علم البيانات ولا لا قلنا حنجاوب السؤال هذا في نهايه الحلقه تفضل احنا احنا زي ما قلنا علم البيانات كل شيء جمعها، طريقة الجمع، التحليل، تنظيف البيانات، ربطها ببعض، تطليع النتائج، ربطها في حتى مع انه عالم البيانات مش ضروري يكون عالم او متخصص في الاي اي، لكن لازم يكون عارف كيف ممكن يعطيني الداتا سيتس اللي بدي عشان اعمل الاي اي موديل واعمل عليها البريدكشن، هذا كله لازم يكون عند 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 عالم البيانات، علم البيانات طبعا من ال زي ما بقولوا من الاشياء اللي هلا كثير مطلوبه <applause> آه والناس يعني بصراحه آه يعني شو بدي اقول لك صارت كل الناس مدبوبه عليه اللي بيفهموا اللي ما بيفهمش وأكثريتهم للاسف من اللي بيفهمش عشان بيسمعوا انه هوت جاب بس هو مش علم سهل هو صعب <applause> جدا جدا من من اكثر التحديات لانه اذا بتغلط غلطه بت 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 يعني اذا بتغلط في معلومات طبيه لمرضى سرطان نوع معين من السرطان بتودي كل المرضى هدول اللي بيعتمدوا على البيانات في داهيه صح, صح ولا لا؟ يعني آآ آآ زي ما بقولوا شغله مش بسيطه. الداتا ساينتست اول شيء يعني بديش احكي عن كل شيء بس من المواصفات اللي لازم يكون فيها اولا طبعا الرياضيات لانه كلياتها لا. تحليل بيانات وكلياتها algorithms وكلياتها حسابات ومش عارف ايش فلازم يكون عنده خلفيه ممتازة في الرياضيات ويكون بحبها مش بس انه بيعرف يحل المسائل لا لازم يكون بحب الرياضيات ثاني شيء في اشياء زي الكالكولس او اللي هي علم الاحصاء هذا آه. جدا جدا <applause> مثلا مهم بالضبط الكالكولس واللي بيجي تحتها الاستاتستكس وغيرها لازم يكون عندهم علم في الكالكولس لازم يكون عنده معرفه بالتحكي يعني هي بالاساس اختصاصها الرياضيات وحابه انها تدخل هذا المجال، فانت المعنيه بهذا الجواب بشكل مباشر يا هيفاء. طبعا اهم شيء احنا مشكلتنا انه اللي بيدخلوا ناس ما لهمش علاقه في الرياضيات، يعني في واحد بعرفه قال لي انا عايز ادخل داتا اناليسيس. قلت له انت بتعرفش الخمسه من الطمسه <applause> يعني خل... لو لو اقول له خ... وبكون... داخل ادبي بالذات عشان ما بحبش الرياضيات بحبش <applause> الرياضيات بقول لك بقول لك لو بتساله خمسه في سبعه بجاوبكش الجواب كيف حتدخل ال... ال... ودخل قلت له قلت له انت حر. تدخل تدخل انا مش مشكلتي بس انا بنصحك انك تفيل هلا هو بيعاني بصارع ال... الامرين لكن كل واحد في الدنيا خياره، لكن زي ما انا قلت الرياضيات مهم جدا الكالكولس مهم جدا لازم يكون برضه القدره على التحليل مش بس انت شاطر في في ناس بتقدر تحل لك اهم مشكله بس بس بتقدرش تقول لك كيف انا حليتها او او اذا في او اذا في طرق ثانيه للحل خلص بتعرف تحل لا لازم يكون في عندك نفسيه عقليه قدره على التحليل قدره على التنظيف كمان بعدين انا هلا من الاشياء اللي بحطها شخصيا صرت لا في ناس صارت الشركات بتحطها يكون عندك شيء بسموه الاثكس لانه تحليل البيانات وزي ما قلت لك شيء غلط انت عملته هيك لانك طلعته لانك خلص انا عملت اللي علي وم... هذا ما بيمشي زي ما قلنا تحليل اي غلطه في تحليل البيانات ممكن تاثر على مجموعه كامله من الناس الاف او حتى ملايين من الناس واحنا شايفين يعني الظلم اللي عم بيصير عليه الاقليات في الشرطه وهدول من وراء البيانات بسبب اللي بسبب تموتها. بسبب يعني ميكانيزم انعملت وانحطت وصار فيها يعني مش بس هيك إيه المعلومات اللي احنا جايتنا الناس اخذتها وحطتها من دون ما نحط اعتبارنا الانساني يعني انه عارفين انه كان في بايس كان في تحيز في المعلومات اللي هي من 30 40 او من 100 سنه لازم هاي الاشياء كانت تنحط في الاعتبار قبل ما يحطوا عشان يعرفوا انه كان في انحياز ضد فئه معينه ضد ناس من لون بشرة معينة أو whatever هاي الشغلات إحنا لازم كان لازم نحطها مش بس أقول هاي الداتا هاي شو بدي أعملها هيك الداتا أجتني من الشرطة لا كان لازم نكون أوعى من هيك لازم يكون في عنا أخلاقيات أحسن فأعتقد إنه من الأشياء المهمة اللي لازم يكون عند عالم البيانات وبرضه عند مبرمج الـ التطبيقات اللي في الاي اي وفي غيرها المفروض يكون برضه عنده هالاخلاقيه هلا على فكره هذا شغله من المساقات اللي صارت بتدرسها اجباري University of Toronto للي بيدرسوا علم بيانات وبيدرسوا ذكاء اصطناعي صار لازم ياخذ مساق اسمه إيثكس. احنا ف... احنا تقريبا كل المهن بتاخذ اخلاقيات المهنه في تخصصها في اثناء الدراسه. دكتور هشام احنا يعني ادركنا الوقت وبدي احكي للمشاهدين اللي سالوا عن اللينك تبع البلاي ليست على اليوتيوب لنادي التكنولوجيا انا حطيته على الكومنتس بامكانكم تدخلوا وتشوفوا كل الحلقات اللي موجوده وحتشوفوا الحلقات الخاصه بموضوع الكنترول خلينا ليش نسميه كنترول خلينا نسميه ترشيد ترشيد استخدام الابناء للتكنولوجيا خلينا نسميه بهذا الشكل ترشيد استهلاك تنقل. ترشيد استهلاك الانترنت ترشيد استخدام الانترنت طيب دكتور اخر اخر في... كلمه اخر في كلمه, كلمة في في المي والكهرباء ترشيد استهلاك المي وترشيد استهلاك الكهرباء هلا آه. <applause> هلا هل ترشيد استهلاك الانترنت انا حاترك لك حترك لك اخر اخر كلمه قبل ان ننهي هذا ال... هذه الحلقه آه طبعا اول, أول شيء ودائما زي ما بنقول ال... اهلا بالجميع وشكرا على حضوركم انتم وثقتكم في هذا البرنامج والاسئله اللي سالتوها والتفاعل وانا بدفع جميع الناس زي ما الاخت هيفاء مثلا آه قالت انا بدفع جميع الناس انهم يدخلوا في هاي المجالات هاي المجالات فيها نقص شديد واللي موجودين عندنا في ناس يا اما يعني زي ما بقولوا مش في بنقصها خاصه الاخلاقيات انا اللي بيهمني بالذات في علم البيانات والهاي في ناس بتشتغل هيك برمجه بس ما 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 عندهم الخبره لا 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 او الاستيعاب لا للاخلاقيات في كثير منهم من بديش من فئات اجتماعيه ما بتتضرر من الانحياز وهذا الشيء بخليهم ما يعرفوا عن الها... فمهم من المهم من الاقليات اللي زينا وزي غيرنا من الاقليات الثانيه تدخل في هاي المجالات لحتى صوتها يبين لانه اذا انت عضو في اغلبيه وما بتتعرض ل 90% من التحيز اللي بيصير كيف بدك تعرف انه موجود اساسا حتى لو بتسمع فيه ما بتحس فيه زي اللي موجود فانا دائما بدعم خصوصا الشباب والناس المتخصصين في شغلات الرياضيات في شغلات الاي تي وفي كذا يتوجهوا لهي المجالات وخلي يكون لنا بيس خلي يكون لنا قاعده يعني زي ما بقولوا كلنا صوت في هذا المجال حتى نقدر نثبت نفسنا ونثبت وجودنا و... ونخفف من التحيز اللي عم بيعمله الاي اي او اللي عم بنتج عن عن تحيز البشر والاي اي عم بيقيسوا على هذا الموضوع نحن طبعا بس عشان اجاوب برضه الاخت سوسن ما عندنا برنامج عن حمايه الابناء بس اعتقد انه هذا الموضوع يمكن مش موضوع بس تكنولوجي اعتقد انه في برامج ثانيه عملت عن حمايه الابناء لا يعني هي يعني اذا تقصد. اذا بتقصد عن برنامج عن حمايه الابناء عن النت انعمل عندنا مجموعه من البرامج في عندنا برنامج انعمل عن الاطفال وعن الابناء وعن سن المراهقه وحكينا فيه عن المدارس وحكينا فيه عن التنمر وحكينا فيه عن تغيير الهويه وحكينا فيه عن المخاطر اللي على الابناء في قصص كثيره جدا وبشكل واضح وشفاف وجريء وعملنا حلقه عملنا حلقه هون في هذا البرنامج عملنا حلقه عن الامن السبراني واللي في حمايه الابناء والعائله بشكل عام والشخصي وحكينا عن التنمر عن التنمر البولينج او السايبر بولينج برضو في حلقه في هذا البرنامج حتلاقيها على على اليوتيوب فحتلاقي كل هالاشياء ومش مسب... أنا بس انا بقول مش مسب من برنامجنا اذا بتدور في القناه يعني ما تروح بس على البلاي ليست تبعنا اذا بتفتح القناه تبعتنا وفي السيرش بوكس تبع القناه في حلقات من هذا البرنامج ومن برامج تانية عن حمايه الابناء على الانترنت عن التنمر من ناحيه تكنولوجيه ومن ناحيه اجتماعيه كلها موجوده عندنا احنا قلنا سنة ونص ماشيين في القناة ف وزيادة يعني اللي بدنا نحكيه انه احنا اخترنا لانفسنا أن نكون قناة تلفزيونية على السوشيال ميديا البرامج في برامج متنوعة كل برنامج بياخذ زاوية من الزوايا المهمة وكل المواضيع اللي بيطرحها في الحلقات تبعه بيطرحها من خلال هذه الرؤية وهذه الزاوية حتشوف التكنولوجيا بيحكي عن مواضيع بس من زاوية التكنولوجيا حتشوفوا التطوع بيحكي عن مواضيع من زاوية التطوع حتشوفوا ريادة الأعمال بيحكي عن مواضيع من زاوية ريادة الأعمال القضايا الكندية بيحكي عن مواضيع اللي بتخص واللي موجودة في كندا يحتاج كل واحد موجود في كندا إنه يعرفها ومهم إنه يعرفها حتشوفوا برامج تتكلم حتى عنا إحنا ك كعرب كمجتمع عربي رؤيتها وامورنا الخاصه فينا موجود عندنا برامج بتحكي بهذا الموضوع، ادخلوا على اللينك وفي هتشوفوا رق... بلاي ليست كامل في كل هذه البرامج. وفي رؤيتها من وجهه نظر الـ 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 المراه العربيه كمان الـ صحيح اللي في كار... يعني في عنا حل كثير برامج يعني شو ده... نعم. حديث الساعه وخيره كثير في كثير على البرامج في عندنا في عنا 22 برنامج اسبوعي تبث على هذا القناه، صار في عنا ارشيف الان في ارشيف لمواضيع مهمه تفيدكم احنا يعني بنعمل هذا الكلام واثقين انه في كثير من الناس يعني حيجيها الوقت اللي تستفيد منه وان شاء الله هذا صدقه جاريه نتمنى انه ربنا يكتب لنا اياها صدقه جاريه في حياتنا طبعا, آه طبعاً حيات زي ما بنقول بنقول لايك تلياك وشير تشيروا سبسكرايب تعملوا وتضرب لانه الشير آه اذا الاخت هيفا اللي سالت سوسن هايفن. اذا الاخت سألت. اذا الاخت سوسن اللي سالت عن التنمر عن الاشياء لما تشوفي حلقات زي هاي انا متاكد انك بتعرفي ستات كثير وامهات وغيرهم مهتمين في الموضوع شير شيري معاهم لانه لانه هذا الاشي اللي بوصل اهم شيء نحن ما عم نعمل هالشيء عشان لا لا, كسبانين زي ما بقولوا من وراء اني غير بس لوجه الله يعني ف اللي بتشيره اكثر بخز... بناس ناس بتعرف اكثر آه المواضيع اللي حكيناها كلها بتهم ال... كل الناس بشكل عام بس موجهه برضه بشكل خاص للجاليه العربيه في كندا لكن لما نحكي عن السايبر بولين كل الاهالي بيتعرضوا له عرب واجانب وغيره لما نحكي عن الخصوصيه كل الناس تعرض لها و... وعندنا كثير اخوه في ال... في الجاليه العربيه اجوا على كندا وهم ما بيعرفوش يحكوا انجليزي مزبوط وكذا لذلك بعتوا لهم هاي الماتيريال عرفوهم فيها نحن بنبعث للي بنعرفهم وانتم بعتوا للي بتعرفوا حتى الفائده تعم والناس كلها تعرف بال بالاشياء كل كل اللي بيفيد العرب في كندا موجود على على كنار تي في يعني الاخر يعني يعطيكم الف عافيه بهذه الكلمات نختم هذه الحلقه ونلتقي ان شاء الله في حلقات قادمه حتى ذلك الحين نستودعكم الله الى اللقاء all of here.